معقولة يا خالي هاجر تعطيهم جاكيتي بدون إذن مني؟ حبيبتي أنا ما فكرت إنك رح تزعلي هيك، ما كنت عارفاني إنك محتاجتي يا روحي. طيب بعدين شو قصة هالجاكيت؟ بجيبته في شغلة مهمة. وشو هي الشغلة المهمة؟ والله شغلتي لي بالي حبيبتي. أنا ما بدي إياكي تعرفي حقيقة مرض أمك يا أليس. وعدت الخالة مريم ولازم ننفذ الوعد. مشغول بشي؟ لا أبداً، ما قاعد عم فكر. أنا بعرف إنه مشاكل الشغل بعدتني عنك شوي. إيه شو صار معك؟ ما في شي جديد، الأمور مستقرة. كنت من فترة عم تحكي لي عن وضع وردي، طمني عنها، شلون صارت؟ لسات على حالة، أنا ما عم بقدر أتركها بنوب. عم ذكر بالماضي، عم أحكي لي عن حياتنا، عن كل شي صار بعلاقتنا، بس للأسف ما في تحسن. يعني عم تحاول ترجع لها ذاكرتها ما هيك؟ بلكي عرفوا أهلها؟ بابا، هذا الموضوع لا تهكل همه. يعني أنا عم روح لعندها لما ما بيكونوا أهلها هنيك. إذا بكفي بهالطريقة أنا متأكد إنه وردي رح تصحى. وأنا متأكد أنت قدها، وبعد فترة حتشوف إن شاء الله كل شي رح يرجع. أنت أنا أمك بتمنى نرجع لحياتنا مثل ما كنا بالأول. إيه لكان، يلا قوم لنفطر. شو هالأكل هاد؟ قليلي أنت يلي مساويتي؟ طبعا أنا مو في تحدي اليوم، قلت لحالي المسا ما رح تكون رايق، فحبيت ساوي لك أكلات تنبسط فيهم. أها ما عرفتك. عمري بظن أنا عم اتحداكي، حروح على الكافيه واتعرف على البنت اللي بتضرب عيني عليها. لكن أنا كمان جاي على بالي شوف شي واحد. أنت جربي اعمليها، ساعتها بتشوف شو بعمل فيكي. شوف سميح، إذا متأكد إنك ما رح تغار علي، هلأ فوراً فيك تنسحب من التحدي. يا حياتي، بصراحة هالشغلات ما بتهمني. أما ليكي، إذا أنت رح تقولي إنه ما فيك تغاري والعادات اللي ربيتي عليها أقوى منك، فبنصحك تنسحبي. إيه، لكن تحمل إذا بتقدر. صباح الخير دكتور. صباح النور. ست إقبال ما فائت؟ فائت، هلأ شوي بتجي. خير في شي أليس؟ بدي أسألها عن شغلة صغيرة. حضرتك تعرف المصبغة يلي بتبعتوا عليها الثياب؟ أنا ما بعرف بهالشغلات. ليش خير، مضطرة تجيبي شي من المصبغة؟ لا ما في شي مهم، أنا بدي أطلع بشوفكم بعدين. مع السلامة أوس. الله معك. شوف يا أوس، الظاهر أليس نسيت الورق، جابت جاكيتها وعم تفكر تروح على المصبغة. لا، العنوان معه؟ لا، بس أكيد بسهولة رح تعرفه. طيب أوس، منيح اللي خبرتني، أنا جاي لعندك. مجد، شو لوين؟ بابا عندي شغل. ما اتفقنا نفطر سوا؟ عندي أمور مهمة لازم خبركن إياها. بابا بدك تعذرني لأني كتير مشغول اليوم. ابني، وحياتك الأمر كتير مهم، ما بأخرك أبدا. طيب. يا أليس ليش ما عم تاكلي؟ مدي ايدك. ماني جوعانة. كيف يعني مالك جوعانة؟ من امبارح بالليل ما اكلت شيء. عن جد مو عبالي خالي هاجر، صحتين وعافية. صاير معك شيء؟ ليش هالسؤال؟ يعني في شيء زعجك؟ لا بنوب، انا طالعة على غرفتي. بكري بالله مو حاسس انه أليس مو على بعضها بنوب. صباح الخير. صباح النور. امك طلعت من الحمام؟ اي طلعت. طيب انا طالعه اشوفها. ليكي أليس،
تفضل. صباح الخير، في نفوت؟ اي طبعا خير ان شاء الله عندها الصبح. انا بدي عنوان المصبغة اللي بتبعتوا عليها التياب. جيبكن رح طعميكن اطيب فطاير. شو هالدعم هاد؟ لا تقلي انه انت اللي عاملون. فيكن تقولوا مساهم فيهم لاني انا جبتهم من الفرن. معقول يا مجد؟ انت شفت ابوك شي مرة عمل اكلة واحدة بحياته؟ اه منك وحياتك لا افتح احلى محل فطاير. بابا كيف هالمشروع؟ كرمالكن مستعد اعمل اي شي. كلوا انتو، ما في اغلى منكن عندي. انا والله بموت بدونكن. جلال بدي اسألك، انت امتى بدك تروح؟ عادي ما في شي اذا تأخرت لي شوي. ما في شي عندي اهم من اني افطر مع مرتي وابني، لانه الواحد شو بده احلى من هيك قاعدة. بعدك حبيبتي انه كل شي يرجع مثل الاول. بظن اذا بتتأخر اكتر من هيك الامور ما رح ترجع مثل الاول بالمرة. حبيبتي صدقيني بعدني بحبك مثل اول يوم شفتك فيه. بحسد حالي على 20 سنة اللي عشتن معك وجبتي لي هالولد اللي مثل الوردة. شو رح نضل نعيد نفس الاسطوانة كل يوم؟ زينة بدي اعرض عليك الزواج مرة تانية. بتمنى منك تعطيني فرصة. الو وحيد بيك. اهلين مصطفى بيك، كيف صحتك؟ منيح منيح. شو مشان وراء الطلاق جاهزين ولا لسه؟ لازم يخلصوا باسرع وقت. وحيد بيك ما سمعتك منيح. سألتك سؤال واضح يا استاذ، وراء الطلاق تبع زينة خانم شو صار فيهن؟ مصطفى بيك ما فيني خبي عليك الحقيقة أكتر من هيك. زينة خانم طلبت مني ما أفتح الدعوة هلأ. كيف؟ أنا بعتذر يا بيك، كتير ترجتني مشان ما أفتحها وما قدرت أرفض. حاول تلاقي لك شي شغلة تانية أحسن لك. طبعا هاد إذا حدا شغلك. غبي. تفضلي. شكرا كتير، يسلموا ايديك. بس دقيقة، شو قصتك طلع بسرعة؟ عندي كم شغلة. وشو هاي الشغلة اللي بدك ياها من عند الكوة؟ نسيت بجيب جاكيتي ورقة كتير مهمة، لهيك رايحة لعنده. خير ان شاء الله. وهلأ بتسمحي لي امشي؟ اي فيكي تمشي. ايه خلصنا امي، لا تدللي، قبلي عرضه ولا تخجلي، وانا اول واحد يبارك لكم. مجد طيب فيك تفكري قد ما بدك، ناطر اسمع اخباركم الحلوه. ماشي بالاذن وشكرا على الفطاير. بتمنى منك تعطيني فرصه. لا تردي يا زينة، وين بدك تهربي مني؟ انت مع مين عم تلعبي؟ يلا حبيبتي بسرعة، تأخرنا وصار لازم ألبس ثيابي أنا كمان. حاجة تعيط استناني بس دقيقة، أصلا أنا ما عم بعرف أخذ راحتي بهالبيت. إذا هيك الحكي روحي لكان البسي بالحمام. شو هاد؟ شو صار لك؟ هالفستان هاد ما بصير تلبسيه اليوم. وليش ما بصير؟ وعم تسألي كمان، يعني ما ضل شي مخبى؟ شو سميح كأنك بلشت تغار علي؟ لا أبدا، غير شو اللي عم تحكي عنه، بس أنا عم أحكي هيك مشان مصلحتك وبس. منيح لك، يلا خلينا نمشي. دير بالك سميح، من هلأ لا تراجع. بتشكرك على الوردات فؤاد، احيانا الورد بيهدي الواحد وبيريح له اعصابه. ليش اعصابك تعبانه؟ شوي لا تشغل بالك، بلحظه من اللحظات فكرتك رح تتركني وبصراحه شكيت فيك. معقول اتخلى عنك؟ الله يسامحك يا رهف. يلا ورجيني لشوف ضحكتك الحلوه. يا عمري يا فؤاد. تذكري اول مره شفتك فيها كنتي عم تغني وقتها انت حبي الاول
وحبي الأخير كمان. وقتها كان مبين عليك إنك مبسوط. أكيد مو بالغنية، كنت مبسوط فيكي. شو بتمنى لو كنت بعرفك من زمان وغني كل الأغاني كرمالك. خلينا باليوم. أنا كمان كنت بتمنى لو ما عندي هالمشاكل ونقدر نتزوج، بس مو مبين إنه رح يتركني. ليك بدون ما نتناقش هلا، شو رأيك نروح شي مشوار؟ انسي الماضي هلا، ماشي؟ يا ريت. نعم ماما. شوفي ماشي تمام خلص، لبقى تبكي امي. مع السلامة. شو صاير؟ ما فهمت بالضبط، بس لازم اروح فورا. حبيبتي بحبك كتير، اتأكدي من هالشي. لو سمحت. تفضلي يا أنسة، شو بتريدي؟ يعطيك العافية، مبارح بيت الدكتور بكري بعتولي جاكيتي لعندك بالغلط، وبجيبت الجاكيت كان في ورقة. الجاكيت طويل مو هيك؟ ايه صحيح. اجوا اثنين اخذوا الورقة مبارح. كيف يعني؟ طيب فيك توصف لي شكله؟ واحد لابس نظارات وطويل، والشاب الثاني اسمراني وعيونه زرق. مجد طبعا. في شي مشكلة؟ لا بنوب، يعطيك العافية، شكرا. شو هالحظ؟ شو بدنا نسوي هلا؟ تأخرت. سلام، حبيت أعمل لك ياها مفاجأة. مفاجأة حلوة. في حدا هون؟ لا، القهوة سخنة، تعي نشرب. آلين، خلص بقى افردي وشك. كنت مضطرة أمشي بعد ما أجاني التليفون، ما بصير تعملي منا قصة. مو مزعوجة منك بنوش. معناتها الأفندي هو اللي زعجك اليوم. مشان هيك شو رأيك نغير خطتنا؟ مثلا برأيي إجا وقت تحكي له اللي بقلبك بصراحة. بلا ما تقولي لي هالكلام، ما عم يحس فيني بنوب. ما عم يقدر يصدق إني بحبه، غبي. وإذا يعني منحاول نخليه يصدق، ماشي؟ أنت شو بدك؟ وفوق كل هذا هي السلالة اللي اسمها أليس عم تحاول تلفت له نظره. والله ما اللي عرفانة شو بدي قلك. هالبني آدمة هي ما لها سهلة بالمرة، صار لازم توقفيها عند حدا. نيناتهم مو سهلين، قال شو بيعشقوا الواقعية، شو رأيك بهالمجانين؟ أصلاً مو الحق عليهم بنوب. مدري شلون حبيته لهذا ظافر، هدول حيجننوني. يجوز معك حق، ماشي. لا تقليلي رح تستسلمي وتتركي إلها. مو طالب ايدي اعمل شي، انا رح لاقي لك الحل. يا الله، هلا وقت ما اسمع الموبايل. ماشي لا تردي على التليفون، بسيطة انا اللي بجيبك وين ما بتكوني. معقولة مصطفى يعملها ويجي لهون؟ زينة وين رحتي حياتي؟ كنت عم دور على الشال تبعي. حبيبتي عبالي نروح شهر عسل، وين بتحبي اخدك؟ شو خطر على بالك جلال؟ عبالي ساوي لك شي حلو، مع انه شو ما عملت لك قلي. هات خليني ضب الاكل هلا، صار وقت لتروح على شغلك. يلا جلال بكير، لاحق اروح على الشغل. هلا شغلك اهم من كل شي، نحكي بعدين. موعودي بشي حدا؟ لا عمري، مين بده يكون يعني؟ برأيي يلا بلا ما نفتح. معقول ما نفتح الباب؟ بلكي في شي ضروري. اها
شو هالمفاجأة؟ أهلا وسهلا. قلنا لحالنا نمر ونشرب فنجان قهوة. إيه طبعا تفضلوا. مرحبا. أهلا وسهلا. كيفك زينة؟ مرحبا. أهلين. يا ترى اللي عم ساويه مزبوط؟ خلاص ما لازم حملها أكتر من هيك، مع أنه والله مو سهلة، بس كله عم يقلي هالحل ما في غيره، بالنهاية مو خسران شي. مرحبا، شو أخبارك؟ ماني مبسوطة اليوم، كتير متضايقة. شو في؟ ولا شي، بدون ما أشغلك بالك، كل شي فيني إلك يا هلأ أنه السيد أوس ما بقى بده يعني. أنت كيفك؟ ماني منيحة. شو الموضوع؟ تتذكر الورقة اللي كانت معي؟ ايه. معنا موجودة، أوس ومجد قدروا ياخدوها مني. شو هالحكي؟ وليش لا ياخدوها؟ ما بعرف يا مروة، ما بعرف ليش عملوا هيك. ما تضايق حالك مشانه، أنا مزعوجة من كتير شغلات اليوم. هلأ لازم أطلع شوف الدكتور فاروق. ليكي أليس، فيني أطلب منك مفاتيح بيتك اليوم؟ أنت شو بدك بالمفاتيح؟ أنا ناوية أعمل لأوس مفاجأة صغيرة. بس لهلأ ما قلتي لي شو بدك فيهم. يعني حابة أسوي له مفاجأة، لهيك لازم يكون البيت فاضي. إيه بس الخالة هاجر ما بتطلع من البيت. لا، لأنه عرفت إنها بدها تروح على السوق، ولين راح تروح على المدرسة. برافو عليكي والله، مبين عليكي بتعرفي أخبار البيت كله. طيب تفضلي. شكرا كتير، ديري بالك على حالك. ولا يهمك، بخاطري. كيف الوضع؟ آخر رواق. أنا حابب ذكرك الشروط، اللي بيقدر يزبط حدا أول شيء هو اللي بيربح. شرط إنه ما حدا يسيء لك تاني، وبدون غيره كمان. بهالموضوع ما فيني أضمنك. آه يا عمري، أنتي حاسة إنه ما فيكي ما تغاري علي، ما هيك؟ أنا بوعدك إنك هلأ رح تخسر كل شيء. لكن لنشوف شو حيصير معك. يعني عن جد زودتها كتير، من زمان كنت أصرخ فيها كل صوت خليها تجمد محلها، هلأ ما عم ترد علي بنوب. هلأ قيمينا من سيرتها، خلينا نركز بالشي الأهم. مزبوط، لأنه وحياتك إذا رح ضل فكر بهالموضوع مدري شو رح يصير بدراستي. جربي فاجئي بشي ما بيتوقعوا. عزميهم هن الاثنين، رح يكشفوني دغري. حتى لو حاولت فهالشي ما حيكون من قلبي أبداً. شو بدي ساوي؟ طيب ما جرب شغلة تانية، اسمعي اللي بدي أقوله نفسي. ايه بنجرب شغلة تانية وبننفذ يلي بتقولي. شو هو؟ مثلا استفزي، بس لازم تساوي كل شي بقلك يا ماشي. احكي هالجوهرة وخلصيني. تلبسي هلا ومنحكي على الطريق. بنوش بنوش، وين راحت؟ شي بدي ستي، روح خليها تجي لعندي. شو عم يصير معك؟ ما عرفتيني. ليش انت مين؟ روح هلا من وشي، انا بدي ستي تجي. ستي وينك يا ستي؟ تعي لعندي. دعي. شوفي ظافر، منيح انك اجيتي، جاي على بالها تشوف ستة. ضروري نحن نستشير الدكتور. يا ستي يا ستي ستي، مشان الله تعي بسرعة، خديني مشوار. بس كأنه وضع صعب. شو فيها؟ عادي انه تطلب تشوف ستة. انتي بتعرفي انه ستة صار لها 30 سنة ميتة، من امنا نروح نجيبها هلا؟ عفوا، مو معقول حكيك زافر، عن جد هالمرة مو طبيعية ابنه. يا الله، روحوا نادوا لي ستي هلا، بدي اياها بسرعة بسرعة. نادوا لك وين يا الله؟ شو عم تساووا عندكم؟ يلا روحوا جيبوا لي ستي، خليها تجي تاخذني مشوار. زافر خلص، انت روح مشان ما تتأخر. ماشي. روحوا من وشي انتو، ما بدي غير ستي. وحياة عيونك، ثواني وبتكون ستك عندك. شو رأيك نلعب لنا شي لعبة سوا؟ روحي من وشي، قلتلكن جيبوا لي ستي، يلا بسرعة. مو حاسين انه هالجماعة مانون على بعضهم؟
كتير ضروري نعرف شو اللي صاير له. بركي كانوا عرفانين. مين دق لك؟ ليش ما رديت؟ طمني امي من الشغل. ها؟ شو شايفني غبية لحتى صدقك؟ يا شكران، فؤاد لو بده رهف ما كان وافق يتجوز بانا. هالنوع من البنات انا خابستن وعاجنتن منيح، بركي هي قايلت له يتجوز بانا ويضل معها، بالحالة هي بتضلها صديقته وعشيقته بالسر. شي طبيعي، من وين بدها تلاقي احسن من هالشخصية؟ امي، موضوع رهف تسكر نهائيا وما بقى ينفتح. معقول أهلها يعرفوا؟ ليكي أمي، إذا عرفوا بيكونوا عرفوا. بعدين وين المشكلة؟ ما حدا ما عنده قصة قديمة بحياته مو هيك؟ وأنا القصة اللي كانت بحياتي ما كانت قصة مستاهلة. البنت تبعك بالذات كانت مستاهلة، رحت وجبت لنا بنت من الشارع وصرت تقلها حبيبتي وبدك تتجوزها. طلع فيني فؤاد، مستحيل خليك تضيع بانا من بين إيدينا. تكرمي أمي، ما حضيعها، تكرمي. حاضر أمي. قلب عيونه ولا كأنه في حدا هون. شلون بدنا ندبر معه لهاد؟ باسمة أهلين، كيفك؟ شو وينك أنت ما عم نشوفك بنوب؟ مرحبا ساندي، عندي دراسة. خليني شوفك. يلا باي. شو هالمصيبة؟ كل الناس تقعد معها إلا هالبني آدم هاد. ساندي شبكي، شو القصة؟ سميح قاعد وراك، قوم روح من هون. ويلي، لا تتلفت حواليك، امشي من هون. أنا ماني طالبة هون، لهيك ما فيني ساعدك بنوب. لا تأخذيني، شكرا لك. بصراحة الأمور ما في أحسن منها، نحن كتير محظوظين إنه عنا أصدقاء بيسألوا عنا مثلكم، مو هيك حياتي؟ كأنه سمعنا في شهر عسل جديد، ألف مبروك يا زينة. مو هيك بس جلال بيبالغ شوي، تخيلي معقول بعد كل هالعمر بدنا شهر عسل؟ والله باينتا فكرة حلوة كتير، روحوا غيروا جو. كأنه إقبال عجبتها الفكرة، هلأ بتستلمني مشان نروح شهر عسل. مو ناقصنا غير شهر عسل. أنا بفتح الباب. لا خليكي قاعدة. أقعد أنت مع الضيوف، أنا رايحة أشوف مين هاد. مصطفى، شو ليش ما عم تردي على تليفونك زينة؟ مو قادرة صدقني، إقبال وجوزة قاعدين جوا، روح كرمالي لو سمحت. طيب حروح. تاني مرة إذا ما رديتي رح ساوي شي ما يعجبك بنوب. آسف دكتور تأخرت. تعال مجد، بتعرف وردة صار بدها طريقة جديدة للمعالجة. اسمعوا شو بدي أطلب منكم تعملوا هالشغلة هاي. بدكم تقروا لها شي كتاب لوردة ورح حدد لكم المقاطع. طيب دكتور مثل ما بدك. بصراحة هو كتاب رومانسي شوي، فبشوف إذا بتقروا مع بعضكم بيكون أحسن. طيب ماشي دكتور. هلأ خلينا نشوفها. سبقوني رح جيبه واجي. طيب دكتور. مجد، الورقة تبعي وينها؟ نعم، وين الورقة؟ اي ورقة أليس؟ انت عن شو عم تحكي؟ مجد بدون هالحركات، فهمني وين الورقة. Thank you.
ايه بعدين مع هالحالة. شوفي حبيبة قلبي قاعدين عم نتسلى، إذا حسيتي حالك مقلب قوم بوصلك على البيت. لا ماني مقلب نوب، حتى كأني شفت مين الشخص اللي لازم أتعرف عليه اليوم. مرحبا، فيني أقعد معك؟ طبعا تفضلي. نعرف بعضنا؟ مو ملتقيين؟ ما بظن بعرفك، بس أنا حابة إنه نتعرف على بعضنا. أنا ساندي. وأنا سمور. فرصة سعيدة. إيه مين هذا اللي عم يخبط على الباب هيك؟ مستحيل أخي كاظم، مستحيل. ما بقى متحملة هالحالة بالمرة، مالي قدراني ضل ببيتي أبدا. إن شاء الله. شو اللي صاير؟ شكرا. سارة، سارة فاتت علينا على غفلة، خربت لنا حياتنا. شو؟ من وين طلعت لكم هالقصة هي؟ عمو كاظم قلت لها لماما نروح على الأوتيل. وأنا كمان قلت لها هالحكي. أوتيل شو يا جماعة؟ معقول عم تحكوا هالحكي ونحن موجودين؟ مع أنهم بيعرفوا منيح إني ما بحب الأوتيلات. أمي أنا قصدي إنه البيت ما بيسعنا كلنا، كمان مشان ما نلبكم للجماعة، ما هيك أمي؟ شو هالحكي؟ تفضلوا. حكوا شو ما بدكم، أنا ماني ماشي من هالبيت هاد. هلا تفضلوا لجوا، ما بصير تضلوا واقفين هيك على الباب. بلشوا اليوم بتنظيف البيت، فكل يومين بنرجع على بيتنا. لا بنوب احمد بيك، اول شي لازم يرش البيت كله منيح شبر شبر، وبعدين منجيب حدا يعزله وينظفه منيح، وقتها بس بفكر انه ارجع عليه. ولو اهلين فيكم بنحطكم بقلوبنا. ايه هات احكي لي. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك يا صبحيه، والله منظر هالفاره وهي رايحه وجايه بالبيت بيوقف شعري البدن. بكفي امي. عمو كاظم لا تواخذنا، تأناها عليكم اليوم. شو هالحكي فؤاد؟ البيت بيتكم يا ابني. شو رأيك نحمل حالنا أنا وياك المسا وروح لعندي اللي حكيت لك عنه؟ طبعا منروح، ليش لا. لقوم خبر بنوش إنكم هون بالإذن. فهمتي شو بدك تساوي؟ ما تخافي أبدا، ساوي اللي قلت لك عليه وحتشوفي. بنوش يلي عم نساوي مزبوط مو هيك؟ أكيد. خلصنا بقى، عم قلك انه هالطريقة مضمونة. اي مو معقولة، شو متوترة. ايوة نعم. طيب ماشي فورا. آلين خبروني انه صار لازم روح بسرعة، شوي صغيرة والدرس بيخلص. لكي بدك توعديني ما في خوف بنوب. ان شاء الله بالتوفيق. شكرا. مجد جاوبني بصراحة، وين خبيت الورقة؟ يا الله منك، ما بعرف شي عن الورقة. ليه ما عم تصدقيني؟ لأني صدقتك مرة بهالعمر وشفت شو صار. أليس حاجة بقى مجد. فيكن تخبروني شو اللي عم يصير هون؟ صوتكن واصل لآخر الكوريدور. أليس دكتور أنا بعتذر عن صوتنا العالي، ما عاد تتكرر بوعدك. لا تنسوا حالكن أنتوا بمستشفى، رح تصيروا دكاترة بالمستقبل. هاد الكتاب حددت لكم شو لازم تقروا. طيب دكتور شكرا. يلا لشوف، بلشوا شغلكم. فيك تسميها جرأة، حبيت اتعرف عليك. مو طبيعي قديشك مهضومة، من وين طلعتي لي انت؟ اليوم اسعد يوم بحياتي. عن جد عم تحكي؟ خبريني من اينتا كنت عم تراقبيني. لو تعرف من زمان كتير كنت عم تابع اخبارك وحركاتك. قلبت الموضوع براسي وقررت إيمو من بالي بالمرة. أي موضوع؟ رانيا شو نسيتها؟ أصلاً أنا ما كنت كتير حبها. منيح يلي عملته، أنا ما حبيت لك إياها كتير لهالبنت. شو هاد يا شري؟ مينو هاد؟ أبداً ما أنه شي مهم، رفيقة وصل لزمان مو شايفته. والله مبين مو بس رفيقة. إحسان بكفي أخي، الموضوع ما أنه مستاهل وما لنا علاقة. أحلى شيء إنه مالنا علاقة، خلينا نروح نكسره لهالحيوان. يلا لا أوعك، خلينا عاقلين، لهلأ الوضع طبيعي بيناتهم. نستنى شوي. ورجيني لأشوف شو لون عيونك، عسليات؟ لا بني. ورجيني؟ بتعرف يمكن عضو شفتن عسليات. عن جد كتير حلوين. قلت اللي عيونك بجنن. انه قصة هالفارة حجة. بالله اهلك مو حابين يخلونا شوي مع بعضنا؟ لا مو حجة،
امي ما لها مضطرة تخترع هيك قصة. بعدين انا ما كتير قاتل حالي لخلي امي تزبط لي الامور لحتى اشوفك. مزبوط هالحكي لانه رهف اهم. سيرة رهف ما بتجيبيها على لسانك. اوعك اسمع منك هالحكي وخاصة قدام امي. عم تفهمي؟ يلا. ليش؟ امك ما بتعرف انك عم تشوفها؟ لا رجال ما شاء الله عليك. فؤاد شو هذا اللي سمعته؟ امي القصة. عن اذنك انا رايحة اساعد امي. كما تشرق الشمس من خلف الجبال في صباح كل يوم، حبك يشرق في قلبي ويغمر نوره كياني. آمل أن تصدقيني حبيبتي، لم أفكر بغيرك يوما، وأقسم أنني لم أحاول خداعك أبدا. عشقي لك أكبر من أي شيء آخر، فأخبريني كيف لي أن أفكر بغيرك. أبيلارد، إن بقي شيء في ذاكرتي فهو حبي لك، ولن ينساك قلبي أبدا. سأعيش من دونك، إلا أن رائحتك ستكون أصعب شيء يمكن تجاهله، لكنني سأحاول، وخاصة أنك أهنتني وعكرت صفو قلبي الذي أحبك. سأحاول نسيان عشقي لك. لا تجرحيني بهذا الكلام. كيف تقولين إنني أهنتك بتصرفي، مع أنني الشخص الذي حاول الدفاع عن حبك بكل قوة؟ هل نسيت هذا أيضا؟ لقد كسرت قلبي دون أن تدري، وليس قلبي وحده من انكسر. اعلم أن قلبك أيضا انكسر لأنك عشيقي. أبدا لم أكن أنوي الإهانة، لأنني لا أستطيع العيش من دونك أليس. أنا بحبك كثير، وما فيني أتخلى عن حبك لو شو ما صار. مجد كمل قراية لو سمحت، على فكرة كذبه أهون من كذبك بكثير. أليس لو سمحت ما تقول شي بنوب، نحن هون مشان وردة مو أكتر من هيك. سألي يا أمي، هي ليك قدامك. بنتي بتمنى تقلي لي الصراحة، أنت خبرتي شي أمك وأبوك عن قصص فؤاد القديمة؟ لا أنا ما خبرتهم، ما حدا بيعرف في هالموضوع. شو شكراً خانم سمعتي؟ أنا شو قلت لك؟ مستحيل تصدقيني. بنتي لكي هالبني آدم اللي قدامك عمل غلطة، بس هالشي كان بالماضي. بالماضي؟ أكيد بالماضي، بس أنت أكيد فهمان الموضوع غلط، وهلأ ما عم يلتقوا، بس وضع طبيعي تغاري عليه. فؤاد اللي قال لك هالحكي؟ بنوش شو كم مرة حكينا وتناقشنا بالموضوع؟ اوعيك تخافي، إذا أنت حابة تقولي شي قولي عم اسمعك. فؤاد كاظم رح يوصلني على الدكان، تلحقني بعدين؟ ايه بابا بلحقك. بانو قولي شو ما بدك، اذا في عندك شي بتعرفيه خبريني اياه. في موضوع صغير بس كتير مهم، وانتي اكيد بتقدري شو بدي احكي. فؤاد حياته مو نظيفة، وهالشي كتير مخوفني. يعني ما كنت بعرف هيك، حتى كمان أهلي ما بيعرفوا، المهم إنه بابا ما يعرف هالقصة. اسمعيني ليكي، هالقصة صارت من الماضي وما بقى لازم نحكي فيها. بس يا مرت عمي هالقصة هاي عم تساوي لي مشكلة كبيرة، يعني خلتني شك بكل شي ممكن يعمله، ما بقى في ثقة بنوب. بهالحالة شلون فينا نتجوز؟ ليكي بنوش، مو شايفة إنه كلامك عم يضايق أمي؟ لهون بكفي. بنتي
ليكي اسمعيني، اذا انت شايفتيهم عم يلتقوا او حاولوا يحكوا مع بعض بس خبريني. تذكري بنوش، ما عندي شي خبي بالمرة. شلون بدي زبط وقفتي بهالكعب هلا؟ يا الله، مستحيل تكون هالوقفة هي بتعجبه لأوس. يمكن إذا تسطحت على التخت أحسن. مرت عمي ما شفته بعيني. مدام هيك كتير منيح، انسيلي هالموضوع لكان. اصلا من هلا وطالع اذا انا رح شوفه مع هالبصخه والله رح. اذا بتريدي بدون هالحكي. شكرا. وين رحتي؟ راجعت لك، رح اترككم مع بعضكم لتحكوا على رواق. يلا ليكني اجيت لعندك. شو كنتوا عم تحكوا طول هالوقت؟ قلت بقعد مع هالولاد وبنصحهم، قلت لهم لازم كل واحد يعرف قيمة الثاني. تعرفي؟ ما بتتخيلي شو انبسطت لأنه رجعتي بكير على البيت. وأنا كمان انبسطت حبيبي، لأنه من زمان كنت حابة نقعد مع بعضنا ونحكي لنا بكم شغلة. إيه بس أنت بدك تصير دكتور وما عندك وقت. بوس إيدك، ما في داعي تقولي هيك، دروس هالسنة كتير صعبين. حتى شوفي هلا في عندي وظيفة لازم أعملها. لك أنطلع هلا على غرفتك. أو صحيح تذكرت، ما بدك تعطيني برنامج الكمبيوتر اللي قلت لي عنه؟ موجود، طلعي معي وخدي. هذا البرنامج كتير سهل. شو بدك؟ شو قصتك عم تشوفني وعم توقف؟ مو انت مبارح قلتي لي انه ما بدك تشوفيني، اليوم عم توقفيني، شو قصتك؟ ما عم بفهم. اسمعني زافر. عم بسمعك، هاتي لشوف. ليش ما عم تصدق اللي جواتي تجاهك؟ في عندي اسبابي لحتى ما صدقك يا ليم، وبصراحه مو جاي على بالي ضيع وقتي معك. ما رح خليك تروح بهي الطريقه، بدي ورجيك انه كتير صادق اللي جواتي. كيف هالشي يا ليم؟ مو بسرعه بتتغير الامور. رح أثبت لك هالشي زافر. لكلين؟ بتحبي نطلع على شي مشوار؟ عبالي أعزمك على بيتزا. طبعا منروح. كتير رح ننبسط سوا. يلا قوم. ايه؟ ما لازم نكسره؟ طبعا صار وقتها. ايدك. يلا امشي قدامي لشوف. شو كأنه بلشت تغار؟ ساندي لا تحكي شي. يلا لا تمد ايدك عليها. مين انت ولا انت؟ ما دخلك يا ولد. تطلع ميت ولد انت، فهمت؟ راس. فؤاد اسمع شو بدي اقول وافهم الموضوع. ما بقى فيني اتحمله، بلش فكر تدور على وحدة تانية وارتاح مني. اسمعيني منيح، مو معي بتحكي هالحكي. فؤاد حقلهم كل شي بعرفه. بنوش مبين كأنك نسيتي شو بعرف عنك انا. ما مستحيل بقى خليك تهددني. مو ملاحظ حالك انك زودت كتير ولازم ينحط لك حد؟ فؤاد انت يمكن ما عم تفهمي انه انا اذا بدي بحرقك بنوش. عم تفهمي علي؟ بعد عني قوم. شوفي واضح انك ما عم تفهمي علي بالحكي بنوش. فؤاد عملك بعد عني. ما حاتركك ابدا ابدا، ما تحلمي بهالشي. عم تسمعي؟ مستحيل خليك تخربين مستقبلك. بعد عني. فؤاد شو اللي عم بتساوي؟ شو قصتك جنيت انت؟ تعالي لهون. بنوش صار الوقت اللي بدي اعبر لك فيه عن حبي لك، رح ورجيكي. فؤاد عملك لدرب علي. ماشي خلي ساعة بقول لك، ما بقى تلعبي معي هيك لعبات. بقى انا هدعني هدعني. آه.
وجهك مرسوما على قمر المساء، يا من أعطيتني نشوة المطر وقوة الرياح، يا روحي وجنتي وجهنمي، أنت كل شيء. كيف لي أن أخبئ حبي الكبير عنك؟ حاولت إخفاءه اليوم ولكن دون جدوى، لأنه كبير كبر السماء. هذا هو الحب، فكيف المفر؟ بكفي لهون، مليت كتير وما رح كفي قرايه. خلص. ليش؟ مع أنه كتاب كتير حلو. لما تكون متوتر ما بتحس بحلاوة اللي عم تحكي. بالله شو؟ ليش متوترة بقى؟ شو هالسؤال التافه مجد؟ جواب هالسؤال بتعرفه أنت كتير منيح. هالوضع هاد ما عاد اتحمله. أليس أنا سويت كل شي بقدر عليه من شان حبنا وبوعدك نوصل لنتيجة؟ وعودك كلها ياتع الفاضي، كل شي بالنسبة لإلي هلأ انتهى. ما عم صدق الكلام اللي عم تقولي. لا تنكري، أنت لسه بتحبيني. غلطان، أنا ما بحبك، حتى نسيت كل شي عشنا. لا تقولي هيك. ومشاويرنا نسيتيون؟ ضحكاتنا نسيتيون؟ قهوتنا الصبح فيكي تخبريني معقول تكوني نسيتي كل هالشي يا أليس؟ عم بتذكر ولا بدي أتذكر؟ كيف فيكي تنسي يا أليس؟ كيف؟ هلأ أنا وين؟